لو الحكاية فيها إن فيكو. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل المكارم فزرع بها الود في قلوب العباد. سيدي يا رسول الله، زرعت الود في كل القلوب بما أولاك علام الغيوب من الآداب والكرم العجيب ومن علم وحلم واحتشام. هذا ومن المكارم التي أعطيت لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مكرمة العلم، والذي نحن الآن بصدده وعلى مائدته. فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور، مرحبا بكم في رحاب الأزهر الشريف الذي ظل لأكثر من 1000 عام، وسيظل إن شاء الله مصدر العلم والتنوير والثقافة في مصر والعالم. وعلماء الأزهر هم حصن هذه الأمة ورواد نهضتها وتقدمها عبر العصور والأزمان. ذهبوا إلى كافة أنحاء إلى التقريب بين الحضارات الإنسانية. أيها السادة الكرام، إن الأزهر الشريف ليس بمعزل عما يواجهه العالم أجمع والأمة العربية والإسلامية ومصر الغالية من تحديات في هذه اللحظة التاريخية التي نواجه فيها حربا ضروسا ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى انتشار الدعوات للانفصال عن الحضارة الإنسانية عامة والقيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية بصفة خاصة. كل هذا يحتاج إلى مواجهة بالفكر والوعي. وللأزهر الشريف كما تعلمون حضراتكم، للأزهر الشريف الدور الكبير في هذا المجال. أيها السادة الكرام، إن الأزهر الشريف حريص على ممارسة دوره المنوط به في الدستور الذي ارتضاه شعب مصر العظيم بكل أشكال الظلم والاستبداد والتطرف، واستشراف الشعب بأصالته وعراقته آفاق مستقبل زاهر بإذن الله يليق بهذه الأمة صاحبة التاريخ والحضارة. أما في معاهدنا الأزهر